السلام عليكم متتبعي القناة، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. نتمنى كتشوفوا هذا الفيديو، هذا نهار جديد وفيديو جديد. اليوم غادي يكون الفيديو من مرجان ديال صنابة. بالنسبة للجديد اللي غادي نشارك معكم اليوم، ان شاء الله ما غاديش نشارك معكم الاواني من زيليا وليزارتيكل هكا ديال المنطماش والمنطفات. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فقط الملابس من مرجان، ملابس الاطفال، ملابس الرضع، ملابس بنيات وليدات، كذلك البيجامات، وكذلك غادي نشارك معكم حتى البيجامات ديال الناس الكبار، البانطوفات اللي كاينين دابا ديال البرد، كذلك سريولات ديال الجين بالنسبه للاطفال، وكذلك بيجامات ديال الرجال حتى هما اللي مالا. غادي نشارك معكم كذلك سبرديلات اللي بالغين الاخرين اللي كيكونوا هكذا حاضرين وخفافين. المهم خليكم حتى لاخر الفيديو، راه الفيديو كله ان شاء الله غادي نشارك معكم غير الميزات اللي كاينين في مرجان. فمهم قبل ما ننسى البنات، ما تنساوش تخليو لي لايك واشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد اللي كنحط لكم، وكذلك تعموا الفائده وهكا تكبر القناه ديالنا ان شاء الله. والله يسر الجميع كل ما تمنى في خاطره ان شاء الله. بغيتكم البنات واحد طلب خاص جا من واحد المتتبعه مسكينه، الاب ديالها مريض، والله ما البنات ما بقيت عقله على الاسم ديالها. قالت لي عافاك طلبي لبناتي يدعوا لي مع الاب ديالي. انا من هنا كنقول لك الله يجيب الشفاء للوالدين ديالك، والله يدور جن بالراحه ان شاء الله، مشافى معافى. راكم عارفين 40 دعوه ديال الغائب راه ربي كيستجب ليها. فنتمنوا حتى نتوما تدعوا مع الاب ديال هاد الاخت هادي، وان شاء الله ما يكون عنده باس. كذلك واحد الاخت مسكينه اللي دعات قالت لي عافاك غزاله دعي معايا بالذريه الصالحه. كنقول لك الله يسهل عليك اختي ان شاء الله، والله يعطيك الذريه الصالحه اللي تفرحك في حياتك وتفرح الزوج ديالك كذلك. نتمنى يا ربي يستجب الله من هاد الدعوه هادي، وان شاء الله تفرحينا بشي اسبوع يكون فاعل تركيك. المهم البنات نخليكم ورجع كذلك الفيديو. المهم بالنسبه لهنا كيف ما كتشوفوا كاينين جينات سيرفيدات بجميع الاعمار، الاثمنه جد جد مناسبه حاليا، راه دايرين تخفيض البنات. شوفوا بالنسبه للبيجامات ديال مرجان، والله البنات جربتهم وعاود، كذلك حتى الدونيات ديال القطن، البيرميدات ديال القطن حتى هما جربتهم عندهم فنيين البنات، واخا تيكونوا شي شويه طالعين في الثمن ولكن الجوده ديالهم زوينه بزاف. المهم البنات اللي كيجربوا البيجامات ديال مرجان وكذلك الحواجات ديال مرجان يخليوا لينا في التعليق كيفاش كيجيوكم. بالنسبه لي انا والله العظيم ماشي اشاره ولا شي حاجه، شحال من حاجه كناخذها من مرجان وكتصدق لي الصراحه زوينه، خصوصا مرجان اللي كيكون في مراكش. المهم وقت ما مشيت لمراكش كنمشي لمرجان اللي كاين تماك، وكنتقدى حويجات اللي صراحه كاع ما عندنا في اكادير. بالحق اكادير راه ما كاينش فيه بزاف، واحد الاختيار كبير، ولكن المهم كنقولوا اموا بدات تتحرك شي شويه القضيه ياك. المهم هنا كيف ما كتشوفوا راه هنا كاينين سورفيتات ديال الوليدات الصغار، كذلك بيجامات فنين بسروه ديالهم، كاينين الغلاض وكاينين العاديين يعني الخفاف ديال ديما. بالنسبه لهادو البنات راه مقاطين من الداخل كيف ما كتشوفوا، الجوده ديالهم زوينه. اختي دائما كتاخذ لبنتها من هنا من مرجان البيجامات، كذلك بعض المره كتاخذ الفوق ديال بحال تريكوات هكذا خفافين، وصدقوا لي زوينين البنات، كتصبرهم في الماكينه وكل شيء.
الا مشيتو لمرجان ما تنساوش تشوفوا هاد البلاصه هادي اللي كاينه قريبه شي شويه لاكاس، فيها هميزات زوينين البنات. كاين حوجات كيبداو من 20 درهم بالنسبه للوليدات الصغار كيف ما كتشوفوا. هنا هادو راه ب 40 درهم فيهم الفوق والتحت لذاك الدوني والشورت ديالو. كذلك كاين هنا كسيوات، تيشورتات حتى هما، تريكوات خفافين وتريكوات لي غلاضين. المهم كاينين حوجات زوينين كيف ما قلت لكم، وثمنهم راه جد مناسب، راه كيبان لكم كلهم دايرين فيهم الاحمر. اغلبيه ب 39 درهم البنات، ها انتم شوفوا هذا راه ب 39 درهم. بحال هذا راه كانت خداتو اختي لبنتها، وباقي والله الا كتلبسوا لدابا، واخا طلع زعما طلعوا ليها اليدين حيت صغار وعليها، باقي تلبسوا ليها هكذا في الدار، وزعما بقى كيف ما هو. وخداتني اليوم واحد جوج حتى نشاركهم معكم ان شاء الله. بالنسبه لهاد السبرديلات هادو حتى هما فنين، ولكن ردوا البال حيت كاينين شي وحدين اللي شي شويه تقارين هكا على الرجل، يعني زعما تقدر يديروا لكم شي حاجه رجليكم ماشي ديال لا مارش، ولا هادو غير تلبسيهم تفركسي بهم صافي ياك البنات. المهم انتم راه كاينين واحد لو شوا كبير دايرين ب 100 درهم هادو كيف ما كتشوفوا. وهنا كاينين البيجامات ديال الرجال حتى هما راه كاينين في جميع المقاسات كيف ما كتشوفوا، وبزاف ديال الموديلات. حتى التوب ديالهم البنات صراحه زوين كيف ما كتشوفوا، اللوينات كيحمقوا. بزاف منكم البنات كنتو كتسولين على دوك البالغينات اللي كنت كنلبس، ها هما راه كاينين شكلات هنا بحالهم، الثمن داير ب 69 درهم 59 درهم على حسب الموديل. صراحه ديجا زعما حتى هما خديت منهم شي وحدين، والله ما خسروا ليا ما حتى شي حاجه، هما غير تيبغيو فاش كتبغي تلبسيهم يكونوا رجليك نقيين، ولا مسحوهم هكا بلي لانجيت كيبقاو لكم دائما نقيين. كنلوحهم في الماكينه، كنصبوا لهم في الماكينه يعني عادي، ما تخسروا ليا ما حتى شي حاجه، يعني باقيين هما هما. وبالنسبه الخفة ديالهم راه خفافين ومريحين. بالنسبة للناس اللي كيضرهم القدام أو اللي عندهم مشكل ديال الحريق ديال القدام، راه كيتباع واحد السيليكون كيكون في المحلات ديال إنزكان، راه ديجا شاركته معكم في الفيديوهات اللي كانوا في الأول اللي كنت كنشارك معكم ديال البيع والشراء اللي كانت دير أختي. راه كاينين هادوك السيليكونات راه كيتلصقوا هكذا، غير هو غير قدم وطالع شي شويه، هو ديال السيليكون رطيب بحال هكا كتمسوه رطب بزاف، كديرو في ديك البلاصه فين تجي حطوه قدمنا، وكتلبسو السبرديله ولا الصباط ولا اي حاجه بغيتو، وكيكون زوين في الوقفه ديالو، ما كتحسش برجليكم كضركم ما حتى شي حاجه. وهنا كيف ما كتشوفوا راه كاينين السبيبطات ديال الدراري وديال البنيات وديال الوليدات في جميع الشكلات صراحه فنين. بالنسبه للاثمنه راه دايرين ب 79 درهم، وكاين ما قل من 76 درهم كيف ما كتشوفوا. كذلك هنا بغيت نشارك معكم هاد البانطوفات هادو ديال الوليدات الصغار. المهم كاين شي وحدين اللي طالعين شي شويه في الثمن، وكاينين اللي الثمن ديالهم مناسب. تقريبا اغلبيه كيديروهم ب 49 درهم، كذلك حتى كاينين ديال 89 درهم على حسب الاعمار. وهنا بغيت نشارك معكم هاد البنطوفات هادو ديال البنات الكبار، وكاينين حتى ديال الدراري الا بغيتوهم راه كاينين. ها انتم شوفوا لي الموديلات اللي كاينين وكلشي، نتمنى يعجبوكم، ونتمنى كذلك نكون وريتكم شويه شنو كاين في مارجان. كنعاود نفكركم البنات راه السولد ها هو، راه صورتو لكم محل صورت مارجان صورتو لكم اليوم، وحطيت لكم هذا الغد ليه يعني مع الصباح حطيت لكم الفيديو باش هكذا تمشيو تلقاو باقي الحميزات ان شاء الله باقي كاينين. فنتمنى اي حاجه بغيتوها بانت لكم في الفيديو تلقاوها ان شاء الله الا مشيتو لمارجان.
بالنسبه للبيجامات اللي وريتكم في الاول راه غادي نشاركو معكم هكذا ملبوسين باش حتى نتوما تاخذوا فكره عليهم كيفاش كيجيو. فعلا الحاجه راه ما كتبانش الشكل ديالها حتى كتلبس. وصلنا لنهايه الفيديو، كنقول لكم شكرا على المشاهده ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بالسلامه عليكم.